بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مع درس جديد من دروس التصميم التجاري والاعلاني معاكم مصطفى مكرم. النهارده ان شاء الله هعمل درس تاني زياده بخصوص تصميم الكروت الشخصيه لان كان في صعوبه شويه او في ناس كلمتني ان الدرس اللي فات ما كانش واضح بالشكل المطلوب زي بقيه الدروس فالنهارده هعمل آه شغل برضو كروت مع دايكات جديد وفي نفس الوقت مش هقول خليه آه يعني مش هحاول اصعبه او يبقى فيه تكنيك اكتر زي الكارت اللي فات طيب في البدايه قلنا ان شاء الله آه علشان آه تبدا تشتغل كارت في دايكات قلنا يفضل انك تشتغل على الالستريتور مش معنى كده ان انا ما اقدرش اعمله على الفوتوشوب لا هتقدر تعمله وهقول لكم ازاي على طول بروح على الريكتانجل تول وقلنا بنضغط في اي مكان بيطلع لك الويتس والهاي اهم حاجه اتاكد ان هو يكون بالسنتيمتر قلنا مقاس الكارت عندي تسعه في خمسه طب انا عايز اعمله كارت طولي هخليه الخمسه فوق وهعمل التسعه تحت واقول له اوكي يبقى انا كده دلوقتي فتحت آه فتحت مقاس الكارت اللي انا ناوي اشتغل عليه تمام طيب انا الداي كات اللي انا هعمله ايه انا عايز اعمل كيرف من فوق من هنا وكيرف من هنا هقوم قلنا هنضغط دبل كليك على الدايرة الصغيرة اللي بتبقى في الاركان دي وبعد كده طبعا هنا لو في لينك هتشيله طبعا هنا ده الركن اللي هو هنا ودي الاربع اركان بتوعي انا هخلي الركن ده في واحد وهخلي الركن ده كمان في واحد بالشكل ده تمام طب انا دلوقتي كمان عايز اعمل بقى هنا داي لحرف الام بحيث يبقى مفرغ هعمله ازاي قلنا هاخد تكست اضغطيه من الكيبورد وبعد كده بكتب حرف الام تمام بكبر بقى الحرف بالحجم اللي انا عايزه تمام تعالوا نخلي ده مش فل نخليه آه بس هنخليه ستروك او لاين بالشكل ده وهخليه في النص عندي في الكارت انا هنا مثلا انا عايز مكانه يبقى موجود هنا يبقى انا كده عملت التراسي بتاعي او شكل الاسطمبة اللي انا هشتغل عليه ممكن بقى حرف الام ده يبقى اي حاجة ممكن ده يبقى مثلا لو اللوجو بتاعه ينفع ان هو يتعمل دايكات لان في لوجوهات ما تنفعش يعني مثلا شوف اي حاجه تبقى متصله ببعض ما يبقاش فيها تقطيع علشان طبعا ده السكينه بتفرغ فالسكينه لو فرغت معايا حرف الام مش هيبقى فيه معايا اي مشكله انما لو في حاجات متوصله ببعض اكيد هيبقى فيه مشكله لان الكلمه مش هتبقى واضحه فخلي بالك قوي او شوف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش طيب انا دلوقتي عملت الكارت بتاعي بعد كده هعمل ايه قلت اللي بيشتغل الاستليتور يقدر يشتغل هنا الديزاين بتاعه عادي مفيش اي مشكله اللي ما بيشتغلش الاستليتور يروح على الفوتوشوب الفوتوشوب قلنا هنفتح مساحه العمل انا طبعا الكارت بتاعي خليه بالسنتيمتر ومفروض الكارت بتاعي خمسة في تسعة خليني ازود نص سنتي هخليها خمسة ونص في تسعة ونص طبعا انا مزود علشان بس ما يضايقنيش في التصميم انما في التكسير مش بحتاج الكلام ده ومش مش بحتاج الزياده دي وقلنا هنخلي الكالر مود سي ام واي كي 300 لكل انش وبقول له اوكي okay. وبعد كده بروح هنا بحدد كله بالشكل ده وبعد كده بسحبها على الفوتوشوب وبضغط آه, بضغط شيفت واقول له انتر يبقى انا كده نزل لي الداي اللي انا هشتغل عليه او اسطمبه التكسير اللي انا هشتغل عليها، يبقى انا مساحه العمل بتاعي اللي انا هشتغل فيها في الفوتوشوب جوه الشكل ده وابعد عن مناطق التكسير او مناطق القص. قلنا اسهل طريقه طريقه علشان آه علشان نحدد بيها الباك جراوند او نحدد مساحه العمل اللي احنا هنشتغل عليها إيه انك تاخد الماجيك وين تول وتعمل سيلكت بالشكل ده وتروح على نيو لاير وتقول له فل تمام يبقى انا كده دلوقتي عندي الفل او عندي مساحه العمل اللي انا بشتغل جوه تمام واضح لحد كده مثلا ايه نختار بقى انا هختار اللون الدرجه دي تمام واختارها بالشكل ده واخد مثلا ايه الكتابات اللي موجودة هنا دي وليكن مثلا هحطها بالشكل اللي احنا شايفينه ده وهاخد العنوان كده واحطه بالشكل ده نغير لونه نخليه لونه ابيض نكبره شويه بالشكل ده مثلا انا عايز احطه هنا تمام طبعا يعني ابعد شويه عن التكسير علشان لو قلت لكم ان ان مثلا حصل تحريك او اي حاجه للتكسير يبقى انا في امان او الشغل بتاعي ما يتاخدش منه او ما يتقصش منه اي كتابات وليكن مثلا ان انا عايز خلاص اعمل التصميم على كده تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده طيب ايه اللي انا هعمله تاني في نقطة مهمة كنت انا نسيت اقولها لكم في الدرس اللي فات اللي هي لما قلت لكم ان انا في التصميم الكروت او اللي احنا عرفناه في اول درس ان انا بسيب 3 ملي من كل جنب علشان القص انما قلت لكم في التكسير احنا ما بنعملش كده في التكسير انت اوريدي انت عندك التراسيه ده ده عباره عن سكاكين هي اصلا معموله الاسطمبة على الشغل اللي انت عامله فهي الفكره دلوقتي ان انا بامن نفسي يعني بخلي الباك جراوند كلها نفس اللون يعني انا الشكل بتاعي اهو بالشكل ده انا اسطمبة التكسير هي اللي هتوصلي الكلام ده كله يعني طبعا في التصميم ما بيبقاش فيه الكلام ده شايفين الجزء بتاع الاسطمبة هو بيبقى تصميم بيروح كده للمطبعة بتقوم نازلة السكينة مفرغة لي حرف الام اللي انا عامله وفي نفس الوقت بتقص لي التراسيه او الشكل بتاع الكارت نفس اللي انا عامله بالظبط يعني افهم من كده ان اللي بيروح المطبعة الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده بالظبط تمام وبعد كده بتنزل السكينة يبقى انا كده عرفت ازاي إيه ازاي بجهز الشغل بتاعي علشان يخش الطباعه ويخش التكسير طيب نفرض ان الكارت ده انا عايز اعمله ظهر تمام بعمله ازاي يا ترى هرجع للاستليزر هقول لكم لا طريقه سهله قوي انا دلوقتي الكارت بتاعي بالشكل ده انا الكارت... الكارت بتاعي بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده كل اللي انا بعمله ان انا باخد منه دوبلكيت واقول له باك تمام كل اللي انا هعمله ان انا همسك كل الكلام اللي موجود ده كنترول تي وبعكسه الجهه الثانيه بعمله فليب طب ليه عملت الحركه دي؟ لان انا عندي هنا التكسير هينزل بالشكل اللي احنا شايفينه ده تمام فانا لو لفيت الكارت في الطبيعي هيبقى معايا الكارت بالشكل اللي احنا شايفينه ده طبعا استامب التكسير بتنزل على جنب واحد يعني مش مهم ان انا اخد اه اخد استامب التكسير في الظهر بس المهم عندي ان انا يبقى انا عارف حدودي فين يعني مثلا انا عندي حرف الام هيبقى من هنا لحد هنا وعندي التكسير هيبقى دي الحدود بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده يبقى انا لو حذفت بقى التراسين من الظهر وعملت عدلت بقى الشغل بتاعي ده كله بالشكل ده وببدأ بقى اشتغل انا التصميم بتاعي عادي جدا طبعا ممكن انا هشيل كل ده خلي مثلا الشكل ده موجود معايا اكبره شويه بالشكل اللي احنا شايفينه ده مثلا لو انا هخلي الشكل اللوجو بس او الكتابات دي هي اللي موجوده في الظهر يبقى انا كده عندي الوش بتاعي بتاع الكارت وهنا عندي الظهر بتاع الكارت يا رب يكون المعلومه وصلت وتكونوا قدرتوا تفهموا من درس البسيط ده الدرس اللي فات كان نفس الفكره بس كانت اللخبطه فيه ان هو فيه تانية فالتانية دي توهت ناس شويه انما الدرس ده اعتقد ان هو ان شاء الله واضح و... وبكده وصلنا لنهايه درسنا النهارده استنوني الدرس الجاي ان شاء الله كان معاكم مصطفى مكرم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك